وفي منطقتنا أيضا وبدوره يعاني لبنان من إشكاليات بيئية عدة، فهناك أزمة النفايات المستمرة والتلوث الذي يطال التربة والهواء ومياه البحر والأنهار، وكلها ربما حلقات إضافية في سلسلة طويلة من الأزمات التي ترافق البلاد في هذه المرحلة الصعبة. من غياب سياسة واضحة لمعالجة النفايات إلى التلوث الذي يطال التربة والهواء وبشكل خاص مياه البحر والأنهار إلى قطع الأشجار بشكل عشوائي وغيرها من الممارسات، تتعدد المشاكل البيئية في لبنان. المواطنون يشكون من تراكم هذه المشاكل، في حين أن البيئة ليست من أولويات الجهات الرسمية كما يقولون. كل شيء بلبنان مش مهتمين فيه، والبيئة كمان يعني من أخص يعني زبالة، قلة احترام. بلد يعني لازم كنا نتعاون مع بعض ينظف أكثر، وبدها تدعم مشروع الدولة، بس الدولة بتدعم مشروع بيتنظف كل شيء. ففي لبنان وبحسب أرقام الجمعيات البيئية يتم طمر أكثر من 90% من النفايات مثلا، في حين أن النسبة المفترضة هي 20% فقط في الدول التي تحترم البيئة، كما تنتشر المقالع والكسارات بطريقة عشوائية. كذلك تختلط المياه المبتذلة الملوثة بمياه البحر، لأن معظم محطات التكرير التي تشرف عليها الدولة لا تعمل، إما بسبب نقص التمويل أو بسبب سوء الإدارة. وأمام هذا الواقع تطالب جمعيات كثيرة الجهات الرسمية بتفعيل الدور الاستراتيجي والرقابي والمحاسبة. المطلوب من الجهات الرسمية اليوم هو إعلان حالة طوارئ بيئية، لكن نحن بظرف اقتصادي صعب وبظرف مؤلم على المستوى الإنساني، بعتقد هذا الموضوع صار بالنسبة لهم أكسسوار وثانوي. بالوقت يلي نحن البيئة هي مطرح ما نحن منعيش، اسمها بيئتنا يعني بيتنا، وبالتالي نحن بحاجة أنه بالممارسات اليومية بالصرف الصحي بالنفايات بكل ما هو بخفف الملوثات بزيادة المساحات الخضراء وبحماية الثروة الحرجية وبحماية الشاطئ اللبناني وبمعالجة المكبات والمطامر وكل هذه الأمور باعتماد سياسة فرز من المصدر بموضوع النفايات. عندنا أمور لا تحصى. عوائق كثيرة تحول دون قيام الدولة بواجبها على الصعيد البيئي، وأبرزها العائق المادي، إذ أن ميزانية وزارة البيئة هي 6 ملايين دولار سنويا مقابل 100 مليون دولار تقريبا لوزارة الطاقة على سبيل المثال. التحدي للي عم بتواجهه البيئة اليوم هو على نوعين، واحد هو بالوعي، الوعي السياسي والإيادات السياسية لأهمية البيئة. البيئة هي اليوم زراعة، البيئة هي صحة، البيئة سياحة، البيئة اقتصاد. هيدي من ناحية، الشعب كمان عنده مسؤولية كتير كبيرة ليواكب الدولة ليحط ضغط عليها وليكون هو المبادر. إذا دولتنا اليوم عاجزة، وهيدي الدولة نحن جبناها ونحن عملناها، إذا هي عاجزة وما قادرة تكفي، وإذا الدولة ما عندها هيبة اليوم لتفرض القوانين، الناقص اليوم أنه نطبق القوانين الموجودة وبزيادة، لأنه ما نقعد ننظر ونعمل وراء ونطبع، خلينا نطبق بس اللي عنا، نرد هيبة الدولة، هيبة قوى الأمن الداخلي، وهيدا مشكل أكبر بكتير بلبنان. وفي مقابل المشاكل يتمتع لبنان بميزات عدة ينبغي استثمارها بالطريقة السليمة، أبرزها التنوع الإيكولوجي ووفرة المياه وانتشار المساحات الخضراء. في اليوم العالمي للبيئة يرى مراقبون أن قضايا البيئة أصبحت في أدنى الأولويات عند المسؤولين في ظل الأزمة الاقتصادية والصحية، في حين أن البيئة تؤثر بشكل كبير على الصحة والاقتصاد والسياحة، الأمر الذي يحتم إعادة إدراجها ضمن أولى الأولويات. من بيروت رودين أبي خليل، الحرة. في لقاء خاص مع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ديميانوس قطار، تحدث الوزير عن أبرز التحديات البيئية التي تواجه الدول العربية عامة ولبنان خاصة، مشيرا إلى أن التلوث وإنتاج الكهرباء ووسائل النقل من أبرز التحديات التي تواجه لبنان اليوم. منرحب بوزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الأستاذ ديميانوس قطار بهالمقابلة الخاصة مع قناة الحرة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. معاليك أهلا فيك بالمقابلة الخاصة مع قناة الحرة. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، نعرف أنه العالم العربي أولا ولبنان كمان خصوصا بيعانوا من مشاكل بيئية كتيرة، شو أبرز هالمشاكل والتحديات اليوم على الصعيد البيئي بالعالم العربي، وهل لبنان عنده نفس الخصوصية والمشاكل مثل العالم العربي أو في أمر آخر بميزه؟ المشاكل البيئية بالعالم العربي عديدة، بس يمكن فينا نركز على أبرزها: التلوث، التصحر، وإشكالية التغير المناخي اللي هي عالمية وتنعكس على العالم العربي بشكل قوي.
في كمان بأحد المناطق العالم العربي، لأنه مش كلها مثل بعضها، في مناطق عندها إشكالية المياه، ونحن بنعرف إنه البيئة تنعكس عندما تكون معدلاتها منخفضة كبيئة حاضنة إيجابية للناس، هي على انعكاس بالصحة. لبنان إشكاليته تشابه بالتلوث، لكن مركزة أكثر بطريقة إنتاج الكهرباء وبطريقة التنقل، وهذا موضوع خطير بلبنان مقارنة بالآخرين. لكن لبنان عنده التنوع البيولوجي بسبب طبيعته، وهذا السنة هو إعادة تأهيل الأنظمة الإيكولوجية اللي رح نحكي عنها، هذا بيميزه إذا بدك عن العالم العربي. معليك، يعني بيواجه كل هيدي المشاكل بلبنان تحديدا، على من تقع المسؤولية؟ اليوم المواطن اللبناني بيقول إنه الدولة تقصر بالمجال البيئي، والدولة بتلقي اللوم بتقول إنه المواطن هو اللي ما بينتبه. اليوم على من تقع المسؤولية بموضوع المشاكل البيئية بلبنان؟ أنا أول ما جيت على الوزارة لهون قلت إنه الموضوع البيئي شغلتين، أخلاق وإرادة. يعني إذا ما نقسم المسؤولية، المسؤولية تقع على جميع الأطراف يلي إلهم علاقة بحلقة البيئة. المواطن جزء من حلقة البيئة، السلطة المحلية جزء من حلقة البيئة، المجتمع المتماسك متكامل جزء من البيئة، والدولة بقدرات المركزية جزء من البيئة، وبالتالي تقع المسؤولية على الأطراف الأربعة. أين قصرت الدولة اللبنانية بموضوع البيئة؟ حسب، إذا عم نحكي بإنتاج القوانين ما قصرت، تأخرت. يعني بفوت قانون على مجلس النواب بالنسبة للبيئة في جر 10 سنين. الإشكالية هي بواقع الأولوية البيئية، يعني هل اللبناني إن كان مواطن أو بسلطة بلدية أو بجمعية بالمجتمع العام أو بالدولة يعتبر البيئة رقم واحد؟ في ناس بيعتبروا الصحة رقم واحد. إذا ما نحكي اليوم بالتحولات للعشرين سنة لقدام، البيئة رح تصير عمليا بالبحث أهم من الصحة، لأنه تنعكس بموضوع التعرض للناس. اليوم ظرفنا أساسي بلبنان من وراء الأزمة الاقتصادية والمالية أنه نسعى مش يزيدوا حرامية الشوارع ليسرقوا الاقتصاد الدائري، أنه نحن نركز بالسلطات المحلية على مستوى المحافظات وعلى مستوى الدولة المركزية على تشجيع الاقتصاد الدائري اللي ببلش من عند المواطن. أطلقت الدولة التشريع، يعني الدولة بتبلش بالتشريع. هلأ في مسؤولية تقصيرية كبيرة بالمتابعة، في مسؤولية تقصيرية كبيرة بالملاحقة، يعني قوى الأمن بالملاحقة، كل القوى الرادعة، لأنه نحن الضبطة البيئية اللي طلبنا تصير بوزارة البيئة بعد ما صارت، لم يتم الاستقطاب، لم يتم تطوير الموازنة لتنتشر وزارة البيئة بكل لبنان بالعدد المطلوب. العدد كتير قليل بالنسبة للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة البيئة. يعني يبدو أنه في عوائق كتير عم تحول دون تنفيذ كل هالقوانين أو الاستراتيجيات اللي بتحمي البيئة بلبنان. هل العائق المادي هو فقط العائق الوحيد أمام وزارة البيئة أنه تقوم بمهامها بشكل كامل؟ نعرف أنه ميزانية وزارة البيئة متدنية بالمقارنة مع ميزانية وزارات أخرى. وزارة البيئة موازنتها محدودة جداً، وبتتقاتل وزارة البيئة مع وزارة المالية، برجع بقلك بموضوع الأولوية، وما عنده إلا رواتب وأجور وبعض النفقات. يعني حتى بند اللي كان مساهمات للمحميات عمال يختزل سنة بعد سنة، اللي هي أساسية بيومنا يلي يوم تأهيل على الواقع الإيكولوجي. يعني المحميات لازم أنت حواليها تعمل انتشار وتحريج وتطوير من قلب الأنواع اللي خلقان فيها لتعمليها. بدك أنت مقالع قديمة مهجورة بدك تعيد ترتيبها، أراضي مهجورة بدك تعيد ترتيبها، هيدا كله يقع مبدئيا من ضمن هلأ المساعدات الدولية من الأمم المتحدة، من الاتحاد الأوروبي، من منظمة الدعم الأمريكية، عم بيجوا عم بيساعدوا، بس مش بإطار تطوير ميزانية الدولة يلي هي لازم تكون آلية الحكم والتحكم بالتطور. بلبنان السياسة يعني بتتدخل بأكثر من ملف وبتعرقل كمان إيجاد بعض الحلول.
هل بالصعيد البيئي، على الصعيد البيئي، هل في تدخل سياسي يعرقل حماية البيئة وإصدار استراتيجيات إضافية لحماية البيئة؟ لا، بصير نقاش كبير بمجلس الوزراء، بصير نقاش كبير بمجلس النواب، وكمان النمط من آخر 10 سنين إنه الوزارات بتاخد كتير وقت تتشكل، تصريف الأعمال طويل، بخفف من زخم التحرك الفعلي يلي بحاجة لمراسيم تنظيمية أو بحاجة لقوانين. يعني في فساد ومحاصصات سياسية بالملف البيئي بلبنان بكل شفافية. في عنا إشكال كتير كبير بالزبائنية السياسية بالملفات البيئية بلبنان. على أمل يتحسن الوضع البيئي بلبنان وبالعالم العربي كمان. نشكرك وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الأستاذ دميانوس خطار على هذه المقابلة الخاصة مع قناة الحرة. شكرا لك وللإذاعة.